يا مساء الحلويات على احلى بنات، وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده وفيديو جديد ويوم جديد، والنهارده هشارك معاكم يوم يا رب اكون ضيفه خفيفه لكم. استمتعوا معايا الفيديو النهارده، يلا نبدا حلقتنا ونشوف يومنا ماشي ازاي. اول حاجه عملتها مش عارفه اعمل اكل ايه، وحيره كل ستات البيوت هنعمل اكل ايه النهارده، فطلعت حاجات كتير جدا من الفريزر. وهبدا يوم عميق كان اللي هيشجعني فيه هو اني اقوم واصور وافتح التصوير، علشان زي ما انتم بتشجعوا بيا انا كمان بشجع بيكم. اول حاجه طلعت ايه 3 اكياس من ورق العنب بتاعي، وحطيت ميه غلت نزلت فيها بمعلقه ملح، ونزلت فيها بشويه زيت عشان يخلي الورقيه كده فيها لمعه وحلوه. بعد ما سلقتها، بصوا ورق العنب بيطلع من الفريزر على طول على الميه السخنه، وابتدي ان انا اسقطه واضغط عليه، واول ما ياخد لون ابتدي اطلعه. انا ما بسيبوش يتهري عشان اعرف الفه، لان لو استوى معاكي واتهرم هو بيستوي في الحله وقت ما بعد ما تحشيه، فعلشان كده انت بتضغطي عليه، اول ما لونه يغير بس بتطلعيه وتحطيه في مصفى يصفي اي ميه فيه. تمام كده اهوت. بعد ما سبته يبرد تماما لغايه ما يبرد، تعالوا نعمل الحشوه بتاعتنا النهارده. هتعملي ورق عنب هبه، او هعمل ورق عنب بس باللحمه المفرومه، ودي طريقه انا عارفاها من مرات اخويا ربنا يديها الصحه، لان انا مش بعمل ورق العنب باللحمه المفرومه كتير، فحبيت اسجل معاكم بردك الطريقه. اول حاجه حطيت بصلايه كبيره مفرومه كويس جدا، وحطيت عليها كوبايه ونص من الرز، نص كيلو لحمه مفرومه، ملح فلفل اسود، بهارات لحمه وشويه سمنه، وابتديت ان انا اقلبهم مع بعض زي ما احنا شايفين كده. يبقى حطينا بصلايه مفرومه، حطينا عليها كوبايه ونص رز، نص كيلو لحمه مفرومه، ملح فلفل اسود، بهارات لحمه، شويه من السمنه. هنا حسيت ان السمنه بتاعتي قليله، يعني حطيت تقريبا معلقتين، وحطيت معلقه تاني، يعني حطيت 3 معالق من السمنه. قلبتهم كويس جدا، ولا في صلصه بتحط ولا خضره، وعاوزه اقول لكم طعمه خرافي خطير، حلو جدا جدا جدا. قلبته كويس جدا، كان بارد معايا الورق العنب، ابتديت ان انا احشيه. حشواتي في ورق العنب يعني معروفه وعملناها كتير، وحبيت ان انا اشاركها معاكم، عشان لو انت بنوته اول مره تشوفي معايا لف ورق العنب تاخدي بالك من اللف. وطبعا التصوير ساعات بيظلمني في اني اظهر الحاجه كويس جدا. انا بحط اللحمه المفرومه، وبعد كده بقفل الجناب والفها رول زي ما انتم شايفين. لو هو مستوي معاكي وانت بتروليه كده اهوت هتلاقيه اتقطع معاكي، فمش هيبقى احسن حاجه ومش هتعرفي اصلا تلفيه. هنا جبت البلانشه علشان اعرف يعني اشتغل فيه وابقى براحتي، لاني ما حبيتش الرخامه، مش عارفه ليه من جوايا. بصي بيجي عليكي وقت بتنضفي رخامتك بتبقي مرتاحه نفسيا، ووقت بتحسي ان انت قلقانه منها. فالنهارده انا طلعت البلانشه واشتغلت زي ما انتم شايفين كده اهوت. الملح بتاعك اللي حطيتيه ممكن تدوقيه، ولكن انا من الناس اللي مش بعرف ادوق الملح بتاعي للاسف في اي اكل او اغلب الاكل. فابتديت ان انا اعرض معاكم مره واثنين وثلاثه لف ورق العنب. طيب النهارده مطلعه معايا كمان غير ورق العنب، على ما اسويه بقى واعمل الاكل بتاعي، لقيت نفسي عندي صدور فراخ صحيحه. الناس اللي متابعه القناه هي اللي هتعرف ان انا عملت التتبيله دي مره واثنين وثلاثه، ولو متابعيني وحافظين الحاجه اللي انا بعملها هتعرفي ان المكونات هي هي. فلو ما جربتيش طريقتي في الاستريبس والشيش طاووق بالطريقه دي فاتك كتير جدا 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 جدا. معنى ان انت تدخلي عند اي يوتيوبر تلاقي طريقتها واحده ما بتغيرهاش، او تقول لك اصل انا غيرتها عشان قلت اجرب ويبقى عندك الطريقه دي والطريقه دي، اعرفي ان هي تضحك عليكي. لكن لو قالت لك كده ورجعت نفس الطريقه وبتتكرر كتير، اعرفي ان الطريقه دي ناجحه مليون في الميه. هنا كنت لفيت ورق العنب ومش عامله فين، عامله زي ما قلت لكم نص كيلو لحمه مفرومه، وكان فك معايا الصدور بتاعتي، هبتدي ان انا اقطعها واسيبها تتصفي. هقطع نص منها او كميه منها شرايح طوليه صوابع للستريبس، ومنها مكعبات للشيش طاووق زي ما قلنا. بصوا انا حبيت اوريكم المقاطع، وفي الاخر هجمع لكم الستريبس طريقته بتتعمل ازاي، والمحشي بعد ما يستوي هيبقى شكله عامل ازاي. ولكن الشيش طاووق عارفينه، يعني اكتبي على البحث كده على اليوتيوب شيش طاووق هبه مجدي، هيظهر لك شيش طاووق كذا حلقه ليا، وطريقتي هتلاقيها زي ما قلت لك واحده زي ما احنا شايفين كده اهوت. انا بقطع الاول بعد كده بغسل، مش بغسل الصدور بتاعتي وهي سليمه، لان كده كده النسايل بتاعت اللحمه بتاعتي اول ما تقطع تحتاج ان هي تتغسل كويس جدا بايديا. جبت مصفتين وغسلتهم تحت الحنفيه في ميه جاريه، وقعدت يعني اطلع اي مزلقه فيها، اطلع اي حاجه مش مستحبه، اي دهون، لغايه ما اتاكدت ان هي نظيفه تماما. بعد ما سبتها الصف تعالوا نشوف عملنا ايه. هنا اوريكم مقاطع صغيره ليومي، ولكن يومي كان اطول من كده بكتير، ربنا يعين كل ست بيت على اللي هي فيه.
بحب جدا اشارك معاكم اي حاجه، وخاصه الحاجات اللي انا جربتها ولقيتها ناجحه. كل دي مكونات يا هبه للشيش طاووق. ايوه كل دي مكونات، وعاوزه اقول لك دي تتبيله هنديه خرافيه عالميه. كميه محترمه من الثوم وربع كوبايه زيت، هنحط هنا معلقه خل، هنحط عصره ليمونتين كبار، عصير ليمونتين، وخلي بالك من البذر عشان ما يمررش معاكي. وبعد كده هنحط شويه من الملح، وملحي الملح بتاعك مظبوط وخليه جنبك علشان تتاكدي ان ملحك مظبوط مش عادم. همشي معاكي الخطوات بالراحه. هنا بقى شويه صويا صوص بيدي لون تحفه. وهنا بقى اخيرا لقيت المسترده، اخيرا لقيت المسترده، مش موجوده استبعديها. هنا حطينا جنزبيل فريش اللي هو المعجون الجنزبيل، لو مش عندك استبعديه. حطينا معلقتين كبار من المايونيز، حطينا شويه خل، حطينا شويه ملح قصدي، حطينا شويه كركم، توابل فراخ، جنزبيل، شويه قرفه، الجنزبيل والقرفه على طرف المعلقه عشان ما يمرروش. هنا بابريكا مدخنه بتدي طعم حلو جدا، 7 بهارات، ورقه وقلم اكتبي ورايا. حطينا هنا شويه كمون ما تكتريش عشان ما يمررش، وشطه وما تكتريش بردك، وما تخافيش مش هتشطط معاكي، مش هتشطشط معاكي. حطينا هنا توم باودر وبصل باودر، حطي على حسب الكميه اللي انت عاملاها، انا عامله كميه يعني محترمه فبحط بنظره عيني. حطينا شويه من الفلفل الاسود، وهنا بقى نزلت الكميه متساويه من الصلصه والكاتشب. يعني حطيتي مثلا 4 معالق كبار من الصلصه، حطي زيهم كاتشب، حطيتي 5 صلصه 5 كاتشب، عدل الموضوع بين الاتنين، بيتست رهيب يا جماعه، الخلطه دي خرافيه. نزلي بقى كل الكميه الموجوده في الكيس عشان دي كلها مكونات ومقاديرك. تمام كده، اهو معايا هنا كوبايتين زبادي، هشيل الوش بتاعهم وانزل بيهم، وابتدي ان انا بص سايبه الملح بس هو الحاجه الوحيده اللي جنبي عشان اتاكد ان التتبيله بتاعتي مظبوطه. بعد كده بشيل الملح بتاعي. دي اول حاجه تتبيله الشيش طاووق، اقلبها كويس جدا. وهنا حسيت ان التتبيله كتير. طب ليه هي بتعملي الحاجه كتير؟ على فكره مفيش اي مشكله، ممكن تعملي التتبيله دي تفريزات، تفرزيها وتشيليها وقت ما تجيبي صدور فراخ او قطع فراخ عندك، او عايزه تعملي شيش طاووق تطلعي العلبه تفك وتشتغلي عليها على طول بعد ما تغسلي الشيش طاووق ويصفيه. بصوا جبت العلبه، شلت نص المقدار ما شاء الله، يعمل معايا حبه تانية قد دول. ابتدي ان انا اقلبهم واسيبهم على جنب، وتعالوا بقى هشيل بس العلبه بتاعت الشيش طاووق الزياده ديت. بعد ما ظبطت ملحي، لقيت ملحي بتاعي على فكره مظبوط، مش محتاج تظبيط، هركنها على جنب واشيل العلبه دي في الفريزر عشان بعد كده نكمل بقيه تفريزاتنا. طبق تاني غويط، وهبتدي ان انا انزل فيه في 5 معالق من النشا. لو انت عامله كميه مثلا كيلو، حط 3 معالق من النشا وكوبايه واحده بس من الدقيق. انا هنا حطيت كوبايه ونص من الدقيق على 5 معالق من النشا، شويه من البابريكا، وشويه من الملح، وشويه من الفلفل الاسود، وتوم باودر وبصل باودر، و7 بهارات اللي هقول عليها شيله، وتوابل من الفراخ، ورشه جنزبيل على طرف المعلقه، ورشه قرفه، وشويه خل، وشويه ليمون. انت بتعملي دي تتبيله ايه يا هبه؟ هعيد معاكم تاني، دي تتبيله الاستريبس. مكونات سهله جدا وبسيطه، عصره ليمونه واحده وما تكتريش، ومعلقه خل صغيره. هنزل بقى بالميه تدريجيا لغايه نوصل للقوام اللي احنا هنشوفه ده، وتبقى جاهزه معانا احلى تتبيله ستريبس. هقول لك دلوقتي ازاي تقلي الستريبس، وهنشوف مقطع هحطه لكم دلوقتي، لان ده غدانا بعد ما عملته وغلفت في الاكياس، لقيت معايا طبق تاني، قلت خلاص خليني الطبق ده مع المحشي الورق العنب بدل ما اعمل بصراحه رز بسمتي. يعني النهارده كسلت بقى لاني هلكت، يعني كل اللي انا عملته دوت ورا التصوير. طبعا كان في ترويق شقه، كان في الولاد طالبين طلبات، امتحانات الثانويه العامه ربنا يقف معاهم كلهم يا رب. كانت الوقت دوت امتحانات الثانويه العامه بتاعت ابني، فالدنيا كانت مش مظبوطه شويه وكان في ضغوط. شفنا القوام اللي كان مطلوب ان احنا نوصل له واحنا بننزل المايه تدريجيا. حطيت قطع الاستريبس، واهم حاجه في الاستريبس او اي لحوم بتفرزيها او بتتبليها او اي اسماك او اي حاجه عامه فراخ، ان انت سيبيها تصفي تماما من اي ميه عشان ما تعملش عفونه. تمام كده اهوت. ان انا اقسم بقى على حسب الاكياس وعدد افراد اسرتك براحتك جدا. هنا ما شاء الله انا عملت كسين، ولقيت عندي حبه كده في الطبق هنعملهم دلوقتي، وفرصه كمان ان انا احط المقطع معاكم. بحب اشيل قوي اي زياده موجوده في اي كيس انا هحطه في الفريزر عشان ما يبقاش منعكش قوي يبهدل لي الدنيا طبعي. وانتوا عارفين، والناس اللي متابعاني من زمان حافظه ان انا بحب بعد ما اربط الكيس بتاعي كويس جدا ان انا اشيل الجزء ده، هو مرض بقى، هو عبط، مش عارفه هو ايه. المهم بقى ان انا هركنه على جنب زي ما احنا شايفين كده، الحبه دول هغطي بس وشهم عشان ما ينشفش، واحطهم على في التلاجه لغايه ما المحشي بتاعي يستوي.
هنا بقى الجزء ده الكاميرا او التصوير ما كانش شغال، ولكن ما فاتناش الحمد لله حاجه في التتبيله. الموضوع كله ان انا قسمت كميه الشيش طاووق على جزئين، وبحب اكتر كميه الشيش طاووق بتاعتي، اقصد التتبيله بتاعتنا، عشان لما اجيب الفلفل الالوان احطها جوه التتبيله تكون بزياده معايا، فتاخد وتطعم معايا من تتبيله الشيش طاووق. هنا بقى عندي شويه شوربه في الفريزر طلعتها، وابتديت ان انا اخليها تغلي واخد منها للورق العنب باللحمه المفرومه بتاعتنا، وهبتدي اجيب غطا على قد الحله واكتم بيها ورق العنب عشان حجمه ما يكبرش. هغطيها اول ما تاخد غلوتين كده هبتدي اوطي عليها واستوي. هنا بقى تعالوا نعمل الدقيق اللي بتعمل للشيش طاووق. تمام، لو عملتي تتبيله الشيش طاووق هتجيبي طبق فيه 3 معالق من النشا وكوبايه ونص من الدقيق، هنحط عليهم نفس التتبيله او التتبيله اللي انت عاوزاها، 7 بهارات، توابل فراخ، رشه جنزبيل مش كتير ورشه قرفه مش كتير، وهنحط بابريكا مدخنه وملح وفلفل اسود، وهبتدي ان انا اقلبهم كويس جدا، وده هيبقى الدقيق المبهر بتاعنا اللي احنا هنقلي فيه. اهم حاجه بس قلبي كويس جدا عشان تتاكدي ان كل التوابل اللي احنا حطيناها اختلطت بالدقيق والنشا بتاعتنا. وتعالوا بقى في المرحله ديت انا معلقه على الطاسه بتاعتي ومهديه النار عشان الزيت بتاعي ما ياخدش لون بسرعه او يتحرق معايا، وابتديت ان انا اجيب من الستريبس اللي جوه التتبيله للدقيق واضغط عليه من ناحيتين، وبعد كده معايا طبق ميه تاني بنزل بيه واضغط برده ضغطتين تلاته جوه الدقيق، وبعد كده ارجع تاني للميه وارجع للدقيق بقى. بس كل ما هتحطي في الميه والدقيق هتعملي كفر، اعملي بقى اللي يريحك والشكل اللي تحبيه او الكفر اللي تحبيه، اهم حاجه بس اضغطي عليه. انا بحطه في الميه مرتين، وبعد كده بمسك طرف الاستريبسيه وبفضل ارجها كده اهو، او احط كل الاستريبس في مصفى وانخل المصفى، فبتبتدي تديني الشكل التعريجي. شايفين اول ما حطيتها النار بتاعتي بقت وسط، وابتدي ان انا اسوي على نار متوسطه علشان يستوي من جوه، ويبقى في نفس الوقت كتر التقليب بيخليه مقرمش. معايا بقى طبق فيه مناديل، معايا طبق فيه شبكه، براحتك جدا. انا مجرد بس ما بحطه بكون محضره طبق مجرنشاه او طبق تاني بنقل فيه، ما بخلوش على المناديل عشان يفضل محتفظ بقرمشته. بقلي بقى الاستريبس بتاعي على قد الكميه او الغدوه بتاعتنا، علشان خاطر بحب قوي قوي يبقى طازه، مش بحب قوي يبقى قاعد، لان الطبيعي اي انواع استريبس او اي مقليات او ما بتقعد بتترم، ده وضع طبيعي يعني. خلصت كل الكمية، وتعال نشوف الغداء بتاعنا النهاردة شكله ايه، ونشوف المحشي بتاعنا بعد ما استوى. بحب اوي اجرنش الطبق بتاعي، بحب اقدم بشكل يعني ها يفتح النفس. الفترة دي فترة الامتحانات، الولاد بيبقوا مضغوطين ومش قادرين ياكلوا، فحاولي على قد ما تقدري تقدمي الحاجة تكون خفيفة وفي نفس الوقت مستحبة، ويبقى شكلها حلو في التقديم. لغاية هنا كون خلصت حلقة اللايك للفيديو واشتراك في القناة، فعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ومفيد، واستنوني في حلقة جديدة وفيديو جديد. تصبحوا على ألف خير يا فراولة.